مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من بلوكس فروت. اليوم يا شباب إن شاء الله حصير فيه إشي أسطوري، بس بداية يا شباب بحب أقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير. بالنسبة يا أبطال لحلقة اليوم حتكون حاجة أسطورية أسطورية جدا، فحيصير يا شباب إيش فيها؟ حيصير مواجهات بيني وبين الشباب. أنا شباب اخترت اليوم من الشباب اللي معاهم سول، وطبعا الباونتي تبعهم عالي يا شباب، وأنا معاي زي ما انتم شايفين هياتها الماجما، حواجههم بالماجما، فحتكون ماجما مواجهة سول. طبعا اللي باوتيهم عالي شباب انا ايش هخليهم يحولوا بحريه ويحولوا قراصنه، يعني اواجههم وهم بحريه وهم قراصنه. بس يا صاحبي في البدايه وقف الفيديو انزل اضغط لي لايك يا حلو، اشترك معي اذا مش مشترك معنا في القناه. خلونا شباب نبدا على طول في حلقه. you
اوكي يا معلمين، هيك يا شباب بنوصل لنهايه الحلقه. بتمنى شباب تكون الحلقه عجبتكم. شفتوا كيف المواجهات اللي صارت بيننا وبين الشباب، او بيني وبين الشباب؟ صراحه شباب انا قاعد لسه قاعد بتدرب على الاشي هذا. وشباب حاليا مش مهم مين اللي فاز ومش مهم مين اللي انهزم، طبعا مش مهم خالص، المهم تكون انت استمتعت يا صاحبي. بس لقدام ان شاء الله حيصير مهم مين اللي فاز، يعني لما احترف اللعبه. فيا حلو، عجبتك الحلقه حط لي اللايك يا صاحبي، اشترك معي في القناه اذا مش مشترك معانا في القناه، وكل عام وانتم بخير يا ابطال، وان شاء الله بشوفكم على خير في حلقات قادمه. وسلام.